ذوي الإعاقة بعد أن توجوا طبعا رحلتهم التدريبية والعلمية رغم الصعوبات برحلة جديدة عنوانها الرئيس هو طبعا أسرة واستقرار. كثيرون لا يعرفون أن فكرة إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين نبعت من حكيم العرب رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان النهيان، وكان يهدف من خلالها إلى إثبات أن ذوي الإعاقة طاقات يمكن استغلالها، والمعاق هو معاق التفكير لا الجهد، وكان كثيرا ما يفاخر بإنتاجهم وعملهم ويضرب بهم المثل بالحماسة والحيوية والإخلاص. وحمل الشيخ سيف بن زايد أمانة أو حمل الشيخ سيف بن زايد أمانة والده ووصيته لدعم هذه الفئة والوقوف إلى صفها دائما، فكان لهم عونا وسندا ونصيرا، وهو يشرف بشكل شخصي ومباشر على مراكز التدريب والتأهيل ويدعمها بشتى الطرق، وبقي أن تستجيب جميع الجهات المعنية لدعم هذا التوجه والعمل على إيجاد طبعا حياة أفضل لكل فرد من أفراد ذوي الإعاقة في كل مجال. فمن يستطيع تعديل قوانين لمصلحتهم فليفعل، ومن يستطيع التسهيل عليهم فليفعل، ومن يستطيع الإسهام بالتدريب والتشغيل فليفعل، ومن يستطيع الدعم بأي شكل فلا يتأخر. الجميع مطالبين بالإسهام أو مطالبون عفوا بالإسهام، والجميع مطالبون بدعم توجهات سمو الشيخ سيف بن زايد في هذا الشأن. هذا طبعا الأستاذ سامي الريامي، ونشكر الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صراحة على المجهود الكبير اللي يبذله من خلال طبعا تبني أفكار كثيرة لمساعدة إخوانه المعاقين ودمجهم في المجتمع وتدريبهم وتشغيلهم، مسوي لهم برامج في وزارة الداخلية، والحمد لله رب العالمين أصبحوا ناس منتجين، والآن الحمد لله رب العالمين أيضا زوجوا كثير منهم بيصبحون إن شاء الله أعضاء فاعلين، بيبون إن شاء الله بيخلفون ذرية فتكون أيضا فاعلة في خدمة هذا البلد وهذا المجتمع. منو موجود يانا؟ يعني؟ اتصلت فيه الله باسمي زين ما حدش حاول تتصل فيه. طبعا هناك سيف أو سالم بن سالم السويدي عفوا رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي عطنا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم براشد، كيف الحال؟ يا هلا وسهلا فيك، عساك بخير. بدل مشي وياك طال عمرك. هلا أخوي، كيف الحال أبو؟ الله يطول عمرك وخليك، حياك الله. عمي رمضان يا حينة. نعم طال عمرك. الجمعية مالنا التعاونية أها الحكومة هل تدعمها ولا لا؟ الله أكبر، شو قايل؟ مدعومة؟ إيه مدعومة من الحكومة الحمد لله رب العالمين. ما يقصر محمد يعني خير زايد، فهمت علي؟ لا هو من خلال تسهيلات، يعطونا تسهيلات. تسهيلات. يعطونا تسهيلات. هذا يعتبر دعم كبير، تسهيلات يعطون يخصصون لهم أراضي هاي مجانية يا طويل العمر للجمعية، في تسهيلات وايد يا طويل العمر يعطون. زين يدفعون شيء ما ليس، يدفعون شيء ما كان. ما والله هذا شوف على ما أعتقد، ما أدري هذا الأمر، ما أدري فيه ما أفتي فيه، ولكن أقول لك يحصلون دعم كبير الحمد لله رب العالمين. زين عمي أسعارهم هل الله فينا؟ الأسعار غالية على السوق، تقريبا كل قطعة درهمين 3 دراهم 4 دراهم، حرام يا أخي. طويل العمر فارق. طيب من عيوني إن شاء الله بنحاول نتواصل للإخوان في الجمعية. لا نبغي يا عمي، أنا إنسان تاجر مواد غذائية صار لي 40-50 سنة، أعرف التجارة. زين أسعار غالية 3 دراهم 4 دراهم، فارق عن السوق. أصلي تاجر، أنا أصلي تاجر، دمي تاجر. نعم أنا مستورد قبل، كنا نتاجر في موز أنا قبل. نعم ما شاء الله عليك. من متى أبوي؟ هذا من السبعينات تقريبا. ما شاء الله. كان عندك دكان ولا شو في موز؟ عندي دكان، نعم عندي نبيع روادي ونبيع مسجلات أدوات إلكترونية، يعني ما مواد غذائية، مواد غذائية بعد مربوطة هناك. روحي جرحية عندي. ما شاء الله عليك. والفلوس في اليواني محطاية. الحين شو ودرت يا الخالي؟ عمي رغونا منك. لا هنا ما اشتغلت، هنا الحين فرصه. انا اشتغل عمي بالتجاره. ها لا قصدي انا مواد غذائيه وكذا عندك سوبر ماركت. لا ما اشتغل. بالعكس فيها فايده وايد عمي، فيها فايده لك. انا نبغي شوي نعطي الجمعيات حتى يساعدونا، قالوا بيساعدونا بالجمعيات. نعم. اشوف ردوا علينا بالجمعيات. نعم. ان شاء الله فالك طيب يا الحين. شوف الغالي، اتاجر في الملابس، في العقارات، عندي شركه نقليات عمي. ما شاء الله نقليات، اول ما فتحت كرموني ب65,000 غرامة. كرموني 65,000. شو سويت؟ سويت شاي المشوي أكيد. عمي ما سويت، أول بوادي طلعت رخصة من دارة الاقتصاد. زين. فهمت علي؟ نعم. زين خدت الرخصة وغيره، وفيها غرف كم غرفة فيها المال نقليات، الغرف قبلنا نجرن. زين يوني ما التفتيش، قالوا أنت مخالف. قلت شو مخالف؟ هذا البناء قديم. قالوا لا يلا هدن، و30,000 غرامة. يا ناس لا تسوونها كذا، حرام.
اعطونا فرصه شوي، هذا المكان ما بنا مالكنا، هذا ناس مالكينه. وعلى الاقل يوم اعطوني الرخصه على الاقل يا اخي اعطوني ورقه حق دار التفتيش اطالع هذا المبنى مرخص ما مرخص. هم لا، سووا لي الرخصه وعقوها في راسي. يا اخي ما مالك انا هذا المالك، صرت عند المالك قلت له طال عمرك تعال، الارض فيها غرف والغرف ما مرخصه. قال لي انا مالي دعوه، اتصرف وياهم. قلت زين طالبيني اهدم الغرف؟ قال عليه وقت بتهدم هدم اللي سوي البلدي لازم تتبع اوامرهم. زين الشيخ خدمت ودفعت 30,000. بعدين انا تبغى الصراحه دارت نيتي يعني سردار وجرت عليه على السردار وياي حلو اسمعك اسمعك اجرت على السردار ما كم يوم وانا جايين باب الكهرباء عمي على الاقل قالوا لي اللود زياده. زين يا اخي اعطوه 10 ايام خالي بعد بخبرك بخبرك خالي طويل العمر زين طويل العمر الله يطول يعني مشوي انت انسان فاهم وتعرف الامور هاي كلها نعم طويل العمر الشارجه كم صناعيه فيها خالي؟ فيها عده صناعيه نعم كم من زين كم؟ فيها 30-40 30-40 الله يزيده الله يزيده لا لا ما به امل الحي الله يزيده ان شاء الله طويل العمر خالي الان لو في كل صناعيه 3-4 مخالفين بهالطريقه بس تصير فوضى 3-4 ما بوايدين بس تصير فوضى فلازم يا طويل العمر لازم يا طويل العمر يكونون صارمين في هالامور هذه لان تعرف لود الكهرباء ياثر عليك وياثر علي انا وياثر ياثر على البلاد كلها البنيان العشوائي ياثر على البلاد كلها هاي المره اذا على خير الشيخ سلطان شو سوى لهم هالي باني في البيوت اللي عندهم بيوت جديده كلهم ما يلتزمون تعرف شو ليش ما يلتزمون يشيرون يسوون تمديدات غلط زين يقول لك انا والله انا الحين يوم تشيل بلدي انت بتجيب ترخيص شو يقولوا لك؟ يقول لك هذا تصميم صح ولا لا؟ صح زين بتجيب تصميم من وين بتجيب التصميم؟ من مكتب استشاري ما تصميم زين يقول لك هات مقاول لان البلديه انت اذا جبت عبد الله راشد عبد الله راشد ما عنده رخصه ما مقاول ما تقدر باكر البلديه تلزم حيالك انت لو يقصر وياك لو يسوي اي شيء ما تقدر البلديه تسوي وياه شيء لكن يوم بتجيب واحد ضامنتن للبلديه وعنده رخصه تجاريه البلديه هنا بترصه اخواننا الله يجزيهم خير لا بسوي ملحق صرت انا ويا طابوق واشتريت وهذا جبت لي عمال من السوق وقلت لهم تعالوا سووا تمديدات كهربائيه مدد استوت يا طويل العمر توصيلات العشوائيه وصارت تستوي حرائج وتستوي بلاي وايد قال لهم الشيخ سلطان تعالوا قالوا له طويل العمر اغلبهم مخالفين قال يا جماعه الخير معلش عقوا عنهم كل شيء جزاه الله خير عق عنهم المخالفات كلها قال لا تسووا لهم مخالفات خليوني يسجلون اللبانيني وعقوا عنهم المخالفات كلها وخلاص بنبتدي وياهم من يد ويديد لين هالدرجه بعد متسامحين طويل العمر بعد ما يستوي يخرب بلادنا الله يخليك من خلال مخالفاتنا وممارساتنا الخاطئه سواء في الاراضي الصناعيه او التجاريه المفروض نحن يا طويل العمر نلتزم ونستوي قدوه ما يستوي خالي تزمين عمي انا عارف انا مستاجر ما بنيت انا ما بنيت انا مستاجر الارض ب 120,000 انا مستاجر ما باني اللي باني واحد غير هذا طالع الارض وانا استاجرت الأقل دارة الاقتصاد تعطيني رسالة حق دارة التفتيش يقول لي شوف الأرض شوف يا من المخالفات هل مصرح في الكهرباء هل مصرح في البناء هذا يوم يوم في البداية يوم تتجر نعم أنا وياك كلامك صح إيه نعم يوم يتجر نعم يقولوا لك يعطونك مثل إخلاء طرف إنك أنت خلاص جاي جديد ما يخصك ما 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 تلتزم بأي مخالفات إيه المفروض كذي نعم كلامك يا الحين صح ما أعطوني ما عطوني الحين المشوي هذا الموضوع رفع. كم صار لي يعني كم سنه جديد خالي خلنا في الجمعيه مجبل علينا زين رمضان الله يخليك ما نشتري فرني وفيمتو تشرب فيمتو في رمضان زين ما هدوني يا ريال امسح قبل ما جدد الرخصه اللوحه اللي برا عليها اخبار والصناعي العشري دوم اخبار يا ريال على طول لا انذار ولا حاجه سووا مخالفه 1500 درهم يوم صرت اجدد اللي عشان العام جدد لنا ب 4,000 السنه سووا علي 9,500 قلنا ما عليه بنطلع ما في مشكله الفلوس ما بتصير مكان تبون تكدون او ما تاخذون خدمات وتكدون وما تدفعون لا امي وراشد على الاقل يا اخي اعطونا انذار ان هذه عليه اخبار شنو ولا بخالفكم ما يخالفون على طول عيزوا من انذارات خالي ما حد يستجيب ما زين عمي احنا انذار ما حصلنا يعني السردار يصيح قال والله بعد البارح ما تجون مخالفينه بعد تقربوا
يكدون فلوس كلفت ما لي دعوه فيك انا يكدون فلوس اعطيتك الارض زين اقول لك والله يكدون يكدون ذهب يوم تيجي مخالفه بكم ويخالفون يوم تيجي مخالفه بكم ربي يخص يوم تكفله يجيك يطير يتبشبش وهم يكدون اي والله العظيم ما عليك من ام خالي زين براشد يوم ما بالكهرباء قالوا اللود عندك زياده ويسكون مخالفين 30,000 والله من 30,000 ما عندي قلت ما علي ابوي حط لك مكينة كهرباء حط مكينة كهرباء شهر يعني يصير كهرباء غالي قلت لك راي هذه 10,000 من عندي و20,000 سلمنا انت سلمنا 30,000 بعد تمينا كم من يوم يو بعد ما تفتيش وسكون بعد 5,000 قالوا والله برا عن الحوش يسمونه قرطاس زي عمي احنا ما بيدينا قرطاس القرطاس يبنى اللي هو وبن الصناعي ما مرصفه مسوي له شوارع وغيره وهذا حتى يعني نلتزم شو الصناعي العاسل كل اخبار على الله في المواطن يا ريال خلي يرحمون شوي انت وشو قلت انت اه قلت سردار زين سردار مجرين عليه زين مجري كنت فلوس خالي ايش حق يخالف شردت انا شردت لا لا ما بنت شردت ولا عمر انت حل مجري كنتوا فلوس يا اخي يا جماعه الخير الله يخليكم والله بلادنا زينه وحلوه بلادنا زينه وما فيها ضرائب الحمد لله رب العالمين وناس والله وناس وايد متساهلين ويانا جزاهم الله خير قسما بالله يا مقصرين عميل والله العظيم جزاهم الله خير متساهلين ويانا وهذا لكن احنا انتماده ترى يعطونا انذار انتماده اكم حتى انت بخبرك عين وايدين حتى اللي يسوون اللي عندهم بيوت يعطون من دار يتمادون 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 يوم يجون يطبقون عليهم عقب يشتكون يحرجون ليش سوونا وليش سوونا يا طويل العمر المفروض نحن المفروض نلزم يا طويل العمر أدبنا ونحافظ على بلدنا ونحافظ على الالتزام بالقانون نكون قدوة بالالتزام بالقانون بالنسبة للآخرين ويوم يجينا واحد يا أخي ما ببلادي يا أخي بيخربه خلي العنون صير سيره صراحة أقول لك يا سوينا حرائج ودنيا الحرائج اللي تشتوي لوثولنا البيئة وروحنا حرانين ويموتون ويموتون ما الدفاع المدني ويموتون ما الدفاع المدني وحليلهم ليش يموتون أفراد الدفاع المدني على حساب ناس يجون يكدون في الإمارات يحصلون فلوس ويموتون يموتون يموتون الإماراتيين يا أخي لوثولنا البيئة وهذا إيش حقه خلي يرسون المخالفات والله ريايل والله أنا البشوي أأيد المخالفات أيد يا أخي ما يلتزمون ما يلتزمون الحين طالع من يستوي القيض أمس الحريج هاي تعرف شو سببها المال المصانع هذه اللي مستويات أمس ما التواير شو سببها خمس جبرات محترقات هاي لا طول عمرك مخالفين يا أخي لا لا أنا بعطيك السبب عمي هذا من تأمين يبغي يضرب له 4 مليون 5 مليون حرقة خلى على الله المشوي الله يطول لي عمرك شويه عن الجمعيه تكلمت ودخلتنا في مواضيع الاراضي والصناعيات وهذا حسيت امري فاتح جراج وياك شريف الله رمضان رمضان الله فينا رمضان الله الله فينا زين والحكومه ما مقصره على عمرك الدعم الكهرباء والاراضي والبناء وغيره ايش حق يزيدون السعر علينا حد في العالم كله يوصلوا للأرض حد في العالم كله يعطوني يقولون لو انت يالس في البيت عندك أرض تجارية وصناعية و300,000 درهم انتم مدلعين وايد يقولوا الحمد لله رب العالمين زين براشد الدلع اللي مدلعنكم يا سلطان بن محمد قولوا الحمد لله لا ما مقصر ابو محمد ما مقصر ما مقصر مدللهم كل واحد عنده عيال ما بيدللهم كذا الله يخليكم الغالي هذه اعضاء اللجنه قالوا ياخذون على 6 مليون 7 مليون خالي ياخذون انا ابغى مليون واحد يعطوني يدخلون ارباح الحمد لله رب العالمين زين حق اعضاء اللجنه اللي ياخذونه يقول لك خلاص يدخلون ارباح ترى كم بياخذون يدخلون ارباح الاكل وايد وراء الاكل وايد وراء ربح وايد وايد زين ما مساهمينهم هم اللهم اللي يلسون الساعه وروحوا كوب شاي وقطي عصير الله المستعان ان شاء الله وياخذون 5-6 مليون انا انسان تاجر يعطوني مليون واحد لنا سو جمعي بيعطونك ما انا ما اقدر اروح اسوي الله يسلمك لكن ما نشترك يوم عضو لا لا إن شاء الله بنشوف حد من الإخوان في الجمعية فالك طيب من إن شاء الله يا الغالي إن شاء الله فالك طيب فالك طيب يا الله مراجع يا الله يا الله يا الله مع السلامة الغالي مع السلامة يا الله يا دولي راسي المشوي شوالي راسي على أبو حين وداني وأول في رمضان وودان الصناعي ياخد شيء الله المستعان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متى الإذان؟ أنا تحرش الساعة 12 خدابي المشوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو وطول صوت هذا وشوي ألو وعليكم السلام ورحمة الله الله يعطيك العافية أبو راشد جميعا إن شاء الله
الله يحفظك. ودي ان اخ علي يتصل في الله يجيك. علي ما موجود، نزار بيتصل فيك ان شاء الله. فارج تبي ربي يوفقك. الله يجيك. حياك يا هلا وسهلا. الله يحفظك. علي ما الله بسم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو الو. السلام عليكم ورحمه الله. الو. عليك السلام يا سيدي، مرحبا. حيا الله ابو راشد، شحالك؟ الله يحييك الغالي. مشكورين على البرنامج وجزاك الله خير مع تفاعلك مع الناس والجمهور. الله يسلمك حبيبي، الله يطول لي عمرك. طال عمرك، انا عندي ملاحظه بالنسبه للتسجيل في اماره ابو ظبي. نعم ابو ظبي. ايه نعم. خالي في تسجيل فيه عندك مصفح وفيه في جمعيه ابو ظبي. نعم. لكن طال عمرك الحين واحد يبغى يسوي المعامله لازم يراجع وزاره العمل. نعم. وين وزاره العمل وين مركز التسجيل؟ بعيد. أتمنى منهم من وزارة العمل يسوون يعني في المراكز التسجيل مكتب للوزارة العمل. عشان أنت ما تأخذ الأوراق منه وترد تسير لين الوزارة ومثل بعد تيم الوزارة لين المكتب هاي. هاي نعم. فارق طيب يا طويل. فإحنا طعمك ترمسون حميد بن ديماس. بن ديماس فارق طيب، ريال متجاوب جزاه الله خير ودائما. نعم إحنا نبغي صراحة عشان الناس، أنتوا سويتوا التسجيل جزاكم الله خير، لكن هاي الخدمة هاي تعبتها مع وزارة العمل عشان واحد ما يراجع وزارة العمل إلا في أشياء يعني ضرورية. زين خالي؟ إن شاء الله فالك طيب. جزاك الله خير. فالك طيب يا طويل. فالك طيب، هاي رسالتك إن شاء الله وصلها إلى حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل. فالك طيب من عيوني الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. أبو راشد يا هلا وسهلا. كيف حالك يا حبيبي، شو أخبارك؟ الله يعزك وياك. شكرا المتولي مصر الجنسية. حياك الله يا أبوي. كيف حالك؟ تسلم. تمام الحمد. أبو راشد والله في موضوع طال عمرك، أنا ساكن في منطقة حمدان في دبي. نعم. وطال عمرك قطعنا عليه الكهرباء من 5 أيام. نعم. البيت كامل. نعم. واللي مأجر البيت ما عليه فاتورة ولا على أي شيء، قطعنا الأساس يقول لك 7 عوائل في البيت. زين، مخالف يعني الريال؟ لا ما مخالف. لا 7 عوائل في البيت مخالف. اسمح لي أبو راشد، إحنا نفس يعني. معلش خالي خالي طويل العمر. نعم. طويل العمر. نعم. 7 عوائل مخالف يا طويل العمر. الحين واحدة طلعت بقي 6. زين مخالفين خالي. وإحنا دورنا والله أبو راشد لما ملينا والله. زين ما طويل العمر معلش. خالي معلش. نعم طويل نعم. المبنى اللي مأجرين فيه مخالف، لازم يقطعون عنكم الكهرباء طويل العمر، هذا قانون. هو مو مخالف يا أبو راشد. 7 عوائل كيف مو مخالف يا أخي؟ نعم. 7 عوائل ساكنين. وصلها بس المدير البلدية مال دبي الله يخليه. مدير البلدية ما مخالف، مدير البلدية ما يخصه. ما مخالف، الكهرباء موجودة يا ابو راشد وكل شيء موجود والكهرباء شغالة بس منزل السويتش بس. طويل العمر. نعم. علي. مين منزل السويتش؟ اللي هو البلدية. ليش؟ يقول لك 7 عوائل في البيت. زين ترى اقول لك يا اخي غلط يا جماعة الخير ترى. ما طال عمرك يا ابو راشد، وين يصير يا ابو راشد؟ ما بشغل البلدية طويل العمر، معلش هذا وين يصير؟ هذا وين يصير مو بكلام، انا اخالف عقب اقول وين يصير مو بكلام يا اخي. مو مخالف والله ابو راشد. يا طويل العمر مخالفين، تراكم تقول لي 7 عوائل في بيت واحد، بارك الله فيك. لا الحين 6. زين نفس العملية حتى يا طويل العمر، ما يصير، غلط غلط يا طويل العمر. لو يصير شيء باكر بيموتون، ولو يصير شيء باكر بتصير كارثة. 6 عوائل تخيل لو يصير شيء بيموتون كلهم. كل واحد عنده عيال، ولا حد ولا ضرابة ولا ما في، مش مسألة ضرابة يا طويل العمر. لا سمح الله، صار حريق صار شيء يا طويل العمر، ما يصير 7 عوائل يسكنون في بيت واحد يا طويل العمر. وين عايشين من الحر والله طويل العمر؟ خالي معلش لو سمحت طويل العمر. نعم نعم. صالح شرد اقول لك سكن يا طويل العمر. ماشي يا ابو راشد، انا والحروف والله طويل العمر. معلش هذا الامر، هذا الامر يا طويل العمر، البلدية ما في استثناء، مخالف مخالف خلاص. ما مخالف. إيه؟ لا اقول لك يا بكل صراحه والله البلدية ما تشتغل. طال عمرك احنا بناخذ الغرفه بالكهرباء بالميه. ما يخصه يا طويل العمر خالي، ما هذا غلط ان البيت ساكن فيه، نقول لك غلط يا جماعه الخير، غلط. نعم. غلط يا اخوي، مخالف انت. اخبارك انت يا ابو راشد؟ الله يعزك يا طويل العمر. والعيال والله طول الليل ولا ينزل دم من الخشمه والله. والله يا طويل العمر عاد لا حول ولا قوه. شوف بلديه البلديه في هذا الامر خلاص. اعطيني لا يا حد مسؤول يا ابو راشد، ما في فايده خالي، ما في فايده على الغلط. لا ما بتصل انت ابو الخير كله. لا لا على الغلط ما بتصل في مسؤول، بارك الله فيك. لا نعم نعم. الغلط ما يرضون يا اخوي، اخوي ما بيرضون.
كلامك صحيح. انا يعني انت بسمع لك انت برنامج على طولك والله. لا ما بيرضون خالي على الغلط الله يطول لي عمرك خليك. ما بغلط. كم كم من دار لحظه خالي روح اسال يقول لي كم من دار عاطينك روح اسال. ما المشكله يا طول انظر واحنا اللي ساكنين ما عندنا خبر يا ابو راشد. ما المشكله جحينهم شو ذنبهم الان هم شو ذنبهم يا طويل العمر روح اساله كم مره عاطينك انذار يعطون انذار وانذارين وثلاث يوم يوم ما ينفذ ما في فايده خالي والله ما في فايده يا ابو راشد توصلنا حتى لمدير البلديه ما يخص مدير البلديه طويل العمر ما يقدر مدير البلديه مدير البلديه حسين بلوتا ما يقدر يعني سيعطينا مولى 3-4 شهور لما ندور على السكن ما يقدر عطي خالي معلش انا الان شو اقول لك روح عند المالك قول له كم من دار عاطينك ومن كم من شهر شوف نعم مسكن راح وياي بس المهندس الاخ قال لازم يكون عائلتين عائلتين قال لك البيت 120,000 انا ادفع 120,000 يا ابو راشد ما اشتغل الهرمه اشتغل بس هذا قانون ترى خالي ما يستوي ما تسوي لنا اي شيء يا ابو راشد ما اقدر اسوي لك اقول لك باللوتا مدير البلديه ما يروم يسوي لك شيء لا ان شاء الله ما في الغلط مارو خالي في الغلط مارو ما اتصل والله في الشيء الصح بتصل في الغلط مارو ما اتصل ابو راشد العوائل بس الراجل بيدفع كهرباء كل شيء ما عنده متاخرات ولا شيء ما يخص المتاخرات خالي ما يخص الحين ما يخص الان اللي قاطع الكهرباء مش ديوه اللي قاطع الكهرباء مش هيئه الكهرباء اللي قاطع الكهرباء ما بالطاير اللي قاطع الكهرباء باللوتا فبلوتا انت غلطان يا اخي مو بقاطع الكهرباء كذا بطره ما يشتغل والله انا غلطان انا ساكن والله يا ابو راشد بالايجار يا ابو راشد والله ادري بك يا طويل العمر انا ماشي انا طويل العمر نعم الله يخليك نعم واللي يرحم والديك الله يخليك طب ساعدنا ونخلي حد واحد ابن حالي شفنا سكن ويدفع 2000 ولا 2500 لا حد اتصل فارق طيب من عيوني اللي عنده سكن في دبي ولا عنده سكن ولا شيء فارق طيب وصفه كبيره تكرم حمام ومطبخ من عيوني مثلا من عيوني فارق والله قال لك الله خير يا ابو راشد ابعث لي استطرش لي مسج على 7009 انا والله ما اعرف اكتب والله لا لا ما بنت اللي عنده سكن يبعث لي مسج وانا ان شاء الله بتواصل والله يا ابو راشد تعبنا عيال عنا من عرايه والله في البيت الله والله الله يعين المراه المدرسه والله العظيم بحلف لك بالله العظيم وانا مسلم الحمد لله رب العالمين واحد ترى غلط بعد يا جماعه الخير ابو راشد غلط يا خالي غلط ما باكر باكر اذا صار شيء والعمر باكر اذا صار شيء بيلومون البلديه والله ما في مشاكل في البيت ولا شيء يا ابو راشد والله بالله ان شاء الله ما يستوي مشاكل يا طويل العمر خالي 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 هذا ما بيستوي شيء لين يستوي شيء غلط نعم احنا نقول ما بيستوي شيء لا احنا نحرص عشان ما يستوي شيء يا طويل عمرك بس يعني احنا بنحبكم وعايش من سنه 85 طويل العمر شو يخص الحب في القانون احنا نحبكم خالي احنا نحبكم ونموت عليكم ولكن القانون قانون خالي بحب شعب الامارات مخالفه القانون ما بسمه خالي ما يخص شعب الامارات ولا يخص الحب ولا يخص الوفاء رحت انتخبت ولا ما انتخبت والله ما رحت ليش والله ما رحت يا ابو راشد ما في اروح بتاكسي ب 20 وارجع ب 20 ومين اللي هيديني بقى ال 20 وال 20 ايوه والله بنحبك يا ابو راشد والله والله انت خير وبتساعد الناس بس المشكله لو عندي سكن ثاني بطلع والله العظيم دورت لما زهقت والله العظيم وين تشتغل؟ انا والله ما اشتغل انا كنت شغال في الجمارك 24 سنه وفنشوني من 3 سنين الحين ادور على شغل يقول لك عمرك 60 سنه لا متجاوز 60 متجاوز قالوا قال يعني والله ما حد يشغلني والله لا متجاوز 60 وانا راجل يعني ممكن اشتغل دليل ولا لا ممنوع خالي ممنوع بعد ال 60 ممنوع ابو راشد كلك خير يا ابو راشد والله انت تبغي تخالف كل خير انا ما مو مخالف والله فينك الحين عاد ما بدي انا البدوق البلديه في الامور ما في استثناء والله يعطينا مولى 3 شهور حتى ما بيعطونك حتى يومين لان انت يا طويل العمر الان خالي الله يخليك نعم بديت خشمك وياك ان شاء الله بديت خشمك خالي الله يخليك نعم والله انت ابن حلال انت قلت لك طويل العمر روح اسال صاحب العقار صاحب العقار صاحب العقار راح زين قول لي لا لا ما براح قول لي كم انذار عاطينك واذا قال لك ما عطوني انذار اليوم بترجع لك الكهرباء شرط ما هو ما اسمح للمواطن مؤجل البنجال والبنجال انت عارف البنجال جيت ترى مخالفين ما يشتوي طويل العمر يا جماعه الخير الله يخليكم الله يخليكم ما يشتوي طب انا اعمل ايه بس ابو راشد ما احنا والله اعمل لك ايه حيرتني انا اعمل ايه ما بنت تعمل ايه حالك ما تدري رجلك يعني خالي على عيني وراسي ولكن بالغلط لا تمد رجلك بالغلط من جد والله احنا سكننا من 3 شهور ولا عندنا خبر عنده انذار ولا عنده انذار عنده انذار خالي ما يشتوي اعطونا انذار العرب قال لك عرب ليه مية ما انت عرب عندي بنغالي اهلا وسهلا انما عربي لا اي والله وسكننا قلت له انا بلوشي والله كذبت عليه انا اعرف ارض شويه كلمته قلت له انا بلوشي قال اوكي ما في مشكله باي بيته
في الحين 3 شهور والله يا ابو راشد في البيت وما عندي خبر اذا كان قطع كهرباء ولا ما. وعيالي في البيت تكرر ان نايمين بلا اف والله من الحر. يا يعني لو حد ابن حالي يساعدنا دول غرفه مثلا في منطقه حمدان ولا الوحده الوحيده او في الحمريه يساعدونا والله يا ابو راشد. الو ابو راشد خلصت غالي؟ وياك على الخط والله ابو راشد والله. زين يا هلا وسهلا فيك خالي. نعم. تعبت والله. نعم نشفت لي ريجي ريجي نشف والله يا ابو راشد. انا والله العظيم انا واقف في الحر والله ابو راشد. ايش اسوي لك يا طويل العمر؟ ايش اسوي لك يا طويل العمر؟ خالي نعم ما يستوي والله بحياتك ما يستوي. سكر والله خلص رصيدي يمكن واحد ليلة مسجد كان ممنوع ما يستوي خالي. وعاطينهم بعدين عاطينهم من ذار كذا مرة ما في فايدة. نتواصل بعد هذا الفاصل. متحمسة مرحة شجاعة جميلة هذه أنت في ياس ووتر وورلد أبو ظبي. ليلة السيدات تعود إلى ياس ووتر وورلد كل خميس بأمسية حصرية مليئة بالمرح من 6 مساء وإلى 11 ليلا. لمزيد من المعلومات yaswaterworld.com. ليلة السيدات في ياس ووتر وورلد تألق جمالا في الماء. تبى تكون طيار أو مهندس طيران ناجح؟ تبى تشتغل مع وحدة من أهم الناقلات الجوية في العالم؟ اليوم تقدر تحقق كل أمنياتك مع طيران الإمارات. بيوفرون لك تدريب عالمي في برنامج تدريب وتأهيل الطيارين الإماراتيين وكذلك برنامج هندسة الطيران للمواطنين والمواطنات. وفوق كل هذا بتحصل على راتب مغري طوال فترة التدريب. قدم طلبك عبر emirates.com/careers. أين تطمح أن تكون في الغد؟ سلام عليك أبو سعيد. وعليك السلام أبو عبد الله. صدق أنك بعت بنايات ب50 مليون؟ إيه صدق. وليش زعلان؟ كيف وبنايتي عند بناياتك نفس المواصفات ونفس العمر وما يبت لي إلا 20 مليون؟ الله يخلي شباب هالدار. نو بعد شباب هالدار؟ حد عنده عقار وما يعرف قصر الملوك للعقارات؟ سلمتوا البناية قبل ما تجهز وهم استلموها من عند الاستشاري وسووا للدراسة وأجروا للبناية بأعلى سعر وداروا للبناية كأن بنايتهم من تأجير وصيانة وحراسة ونظافة ومتابعة مالية وقانونية وتقليل شهري وصلني لين البيت. لين البيت؟ لا بخبرك هم اللي باعوها ب50 مليون. لأني متشوف بنايتي كأنها مبناية البارحة مو بناية كأنها عمرها 100 سنة. عيال عطني رقمهم. قصر الملوك للعقارات شركة مساهمة خاصة رقم المجاني 800-577-73. أكله مو طيب وهذا بعد ما أحب يلسته. حمد شو قصتك تقلب بأسماء المطاعم؟ يا أخي جايين ضيوف من برا البلاد وأبغي مطعم زين يبيض وجهي. هاي سهلة خذهم على مطعم بابيلون العراقي عندهم أشهى الأكلات العراقية وبأجواء عائلية روعة. عندهم الباتشا والغوزي والبرياني وبعد عندهم الدولمة والسمك المزقوف والكباب العراقي مع خبز التنور وأجواء رائعة مع مطرب عراقي كل يوم على الغداء. مطعم ومقهى بابيلون الممزر دبي بولينج سنتر هاتف 04-26-62-100. الآن تنزيلات عيس الجزئية في دبي فيستيفال سيتي خصومات رائعة 25% على مجموعة من المنتجات وعروض أخرى مدهشة في المتجر وفرصة لربح جوائز قيمة حتى بدون شراء. سارعوا لا تفوتوا هذه الفرصة الرائعة للتوفير فقط يومي 16 و17 مايو. عيس متجر واحد وخيارات كثيرة. نحن في راديو الرابعة في خدمتك دائما. بس لحظة، هذا مش معناته أنه رح نحضر لك الغداء ولا رح نغسل لك سيارتك أو حتى نوصلك على الشغل، وأكيد ما رح ننام بغرفة الخدامة. الأسبوع الجاي من يوم الأحد رح نخليك أنت البوس تبعنا ورح ننفذ تعليماتك ونشتغل مثل ما بدك. والأحلى من هيك أنه مديرنا البوس تبعنا ما رح يقدر يعمل شيء. خليكن معنا بس ما يكون المدير عم يسمع. أجمل المنوعات الغنائية، أجمل المنوعات الغنائية على راديو الرابعة. هل تعتقدين أن الموديلات الكبيرة لها مكان في المطبخ؟ إذا كنت تقصدين المجموعة الجديدة من مايكرويف مايديا فبالتأكيد هي مناسبة. مزيج مبهج من التصاميم الرائعة والأداء الفائق والذي كسب قلوب وعقول الملايين حول العالم. إنه بالتأكيد يستحق أن أقف له وأصفق. مايكرويف مايديا تصميم رائع وأداء ولا أروع. مايديا إنها فكرتك أنت.
في بعض المنازل يقيم كبار السن بمفردهم، وحتى نصل إليهم ونقدم لهم الرعاية ونؤمن لهم البيئة الملائمة، تطلق هيئة تنمية المجتمع مبادرة إسعاد كبار السن بالتعاون مع جمعية بيت الخير بهدف تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية لكبار السن. ساهم معنا في تقديم الرعاية لهم بالتبرع عن طريق أفرع بيت الخير أو من خلال بنك دبي التجاري على الحساب رقم 100-12-46-162. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 800-22-554 أو زيارة الموقع cda.gov.ae. ها أشوفك كاشخ، توك اللي جاي من مكة؟ هي وطالع بعد، وين النية؟ ساير الدوام. اللي يوم من العمرة أحيدهم يبالهم راحة كم يوم، شكل هالحملة اللي صرت وياها ريحتك. مو بريحتني وبس، شلوني على كفوف الراحة. مع الغروب ترتاح القلوب. أرقام التواصل 06-562-99-22 أو 056-635-3322. هل ترتدي نظارة طبية أو عدسات لاصقة؟ هل يعيقك ذلك عن ممارسة حياتك بصورة طبيعية؟ تقنية الانترلايزك هي الحل، واحدة من أحدث تقنيات تصحيح النظر على مستوى العالم. مستشفيات ومراكز مغربي، اسم يمكنك الاعتماد عليه، فريق من الأطباء المهرة. اتصل الآن. أبوظبي 02-444-6565، دبي 04-437-0606، العين 03-761-2424. استمتع بحماسة كرة القدم مع موبيل وان. بدل زيت محركك بعبوة 4 لتر من موبيل وان للفوز بتلفزيون LED 55 بوصة، إضافة لاشتراك سنة كاملة بالقنوات التلفزيونية، واستمتع بمشاهدة مبارياتك المفضلة. كما ستحصل على كرة مجانية مع كل عبوة موبيل وان. استخدم الآن موبيل وان واحصل على بطاقة مسح مع كل عبوة، وادخل إلى emalu.com/contest للمشاركة بالسحب. أسرع، العرض فقط حتى 31 مايو، تطبق الشروط. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دالي خابرينجا، إنه حقا فعال. المركز الأمريكي للعمود الفقري، قل وداعا لآلام الظهر. رويال للمفروشات، أنت تصمم ونحن ننفذ. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. كلية الحاسوب، الخيار الأفضل لمستقبل واعد. بنك الإمارات دبي الوطني بالشراكة مع زوماتو. لاستفساراتكم وأسئلتكم في برنامج الرابعة والناس، اتصل على الهاتف المحلي 600-55-1610 أو ارسل SMS على 7009 من أي شبكة، أو فاكس على 06-74-64-333. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم ويا هلا وسهلا فيكم، ونتواصل أيضا مع المزيد من اتصالاتكم الهاتفية على هاتفنا رقم 600-55-1610، وأيضا رسائل نصير قصير. السلام عليكم، هاي رسالة تقول محتاجين مركز تحفيظ القرآن في منطقة فرج المعلى. الله يخليكم. ايضا يقول هذا الله يعيني، اذا الحين ما نقدر نجر غرفه في دبي، وطويل العمر معلش، الله يعين الجميع، ولكن بعد المخالف مخالف في النهايه، البلديه الان عنده حق لان هذا مرتكب مخالفه، مخالفه صريحه، ما هو صاحب العقار اللي هو صاحب البيت
يعني مرتكب مخالفة، لو يصير باكر لا سمح الله شيء ويتضررون يشتوا شيء، بتكون المسؤولية تقع على بلدية دبي. فعلى هالأساس البلدية يا طويل العمر أكثر عن عائلتين ما يصح أنهم يسكنون في بيت واحد. إيه سامحين لهم أن عائلتين يسكنون في بيت واحد، ولكن يجرون يا طويل العمر وكل السبع ثمانية في حجرة واحدة وست عوائل، تخيل كم عددهم هاي اللي في البيت الواحد. إيه ما يشتوي بعد يا طويل العمر، باكر لا سمح الله إذا صار شيء كم اللي بيتضررون في هذا المنزل، والبلدية بتكون هي مسؤولة للمسائل عن هذا الموضوع البلدية. السلام عليكم، شوفوا حل ويا الإرسال في أبو ظبي نسمع الإذاعة بالإيراني. والله يا طويل العمر الحل عند أصحاب الحل، دائما احنا نتكلم عند أصحاب الحل، وإن شاء الله يوجدوا لنا حل إن شاء الله في هذا الموضوع. هاي هاي الأخت العزيزة اللي قضيتي شي البنك يا طويلة العمر، الشيخ سلطان جزاه الله خير مسوي هناك عنده برنامج مبرة يا طويلة العمر، بإمكانك تتواصلين ياهم الله يخليك، تواصلين ياهم أفضل يعني عن توصلين. نحن ما رسالتك هاي ما نقدر نوصلها، بإمكانك أنت توصلين رسالتك عن طريق برنامج مبرة الله يطول عمرك يخليك، جزاه الله خير ويتفاعلون ويا كل اللي يتواصل ياهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا. هلا مرحبا يا أخوي راشد، كيف حالك؟ الله يطول عمرك. الله يسلمك، معك محمد الفلاسي. حياك الله يا أستاذ محمد. هلا يا أخوي. يا هلا وسهلا. الموضوع الله يسلمك بدأ من 38 يوم في مستشفى راشد، دخلوا 3 أطفال بحروق من الدرجة الثانية وجروح بسبب اعتداء خادمة أثيوبية. نعم. الصبح. نعم. الثلاثة أطفال هذيلة ظلوا يتعالجون لين يوم الخميس. اثنين منهم البنتين في بداية الإجراء في بداية الأحداث لما كانت موجودة في البيت وصار الاعتداء هذا عليهم. فكان دوري أنا كأب أني أخذ الإجراءات القانونية في المحاكم، وفعلا اتبعت الإجراءات. أنتبهوا الأطفال هاي يعني. إيه نعم. زين. اتبعت الإجراءات، صرت استصدرت أمر من المحكمة باستلام الأطفال مباشرة، وسويت أنت بينك وبين الأم يعني اللي. نحن منفصلين. منفصلين، وهم كانوا في يعني في حضانة الأم وانت خذتهم. زين. كانوا في حضانة الأم وتعرضوا للإهمال وتعرضوا للشروع في القتل وتعرضوا لجريمة مهاسمة، وأنا فقدت أنا إجراءاتي القانونية من مع الأحوال الشخصية بإني أستلم الأطفال منها، وإني أسقط الحضانة حين هاي الإجراء ماشي في المحاكم. زين. الإجراء لين الحين الناس ماشي معاي، سلمت الأمر للمستشفى، سلمت الأمر لشرطة إدارة شرطة المراقبات والرفاعة ومكتب الشرطة في مستشفى راشد. مشت الأمور على هالأساس، والكل يقول أنت بتستلم الأولاد وأنت لك الحق والأمور مثل هذه لين الأسبوع اللي طاف. الأسبوع اللي طاف الله يسلمك كلموني إدارة المستشفى، كلموني قسم التمريض اللي في العنبر، قالوا لي أن البنات بيطلعون يوم الثلاثاء. قلت خلاص إن شاء الله باي بستلمهم أنا. ثلاثة اللي طاف خالي. هي ثلاثة اللي طاف. زين. صرت الله يسلمك علشان أستلم، كلمت ضابط المركز ضابط المكتب في مستشفى راشد، وكلمت الإدارة في مستشفى راشد إدارة الخدمات. زين. على أساس إني أستلمهم وأسوي الإجراءات. المهم صرت يوم الثلاثة في النهار على أساس أشوف الترتيبات حق الاستلام. أنا على فكرة الحرمة يتحرض البنات ضدي، يعني وصلتهم لدرجة العقوق ودرجة عدم الاحترام كامل في الفترة هذه لأن هي موجودة معاهم. المهم أنا أحاول أني أدور الحل وأدور العلاج المناسب للعيال، لأن العيال فعلا يمرون بحالة نفسية سيئة، ومش يعني المفروض أنه ما يتعرضون لهذه المشاكل اللي تدور بين الريال وطليقته. لكن للأسف
الطليقة يستعرضهم ويمارس عليهم الشيء هذا لدرجة أني أنا ما أسوي شيء غلط معهم من بدأ الحادث هذا. ما مستحيل أساسا في بني آدم طبيعي يسوي شيء غلط مع عيال في الحالة هاي. مع هذا يتعرض للإهانة وتعرض للبهدلة. المهم قلت أنا أبوه بتحمل هذا الشيء من عيالي. لين الأسبوع اللي طاف قالوا لي بنستلم يوم الثلاثاء. صرت أتكلم على أساس أني بستلم وشو الإجراءات مال الاستلام. انصدمت بأن الدكتورة اللي كاتبة موعد التغيير موعد الخروج غيرت قرارها وقالت أسبوع. صرت أسأل وتستفسر من الإدارة قالوا ما ندري. جو معاي صرنا العنبر قرينا فعلا مشطوب على القرار خروجهم يوم الثلاثاء أو الاثنين أو الثلاثاء مكتوب. بس هاي دكتورة إجراء يمكن يكون عادي يعني مو بشرط آخر. أنا على عيني ورأسي اسمعني للنهاية. زين صرت الله يسلم قالت لي أسبوع علشان حالتهم النفسية وعلشان وعلشان وهم رافضين الطلوع معاك وقصة سوى لي قصة على عيني ورأسي. إنزين صرت الله يسلمك الشرطة كلمت إدارة الشرطة ضابط الشرطة المسؤول اللي هناك قال لي أنت معاك أمر وأنت صاحب الحق الوحيد وابشر لين الأربعة كلمة ابشر هذه وأنت صاحب الحق الوحيد والقانون معاك وفي صفك هذه لين يوم الأربعاء. المهم أنا سيرت أراجع إدارة العلاقات العامة في مستشفى راشد باستمرار أسألهم تا ناويين تطلعونهم عطوني ديت عطوني موعد محدد ولا حد يجاوبني يعطيني جواب صريح في المسألة. أتكلم معهم بالتليفون أسير أراجعهم من هناك ولا حد يرد علي جواب لين ما صار يوم الخميس. لين ما صار يوم الخميس نعم سائر أستلم الله يسلمك التقارير الطبية وسائر أراجع أسألهم أشوفهم تبي يطلعون الساعة واحدة وشوي واحدة ونص عقب ما صليت الظهر يقولون لي أن اليوم البنات بيطلعن. البنات بيطلعن اليوم كيف؟ ما يصير أنا بستلمهم أنا يعني ما حد خبرني ليش ما حد خبرني ليش ما حد حطاني في الصورة لا وما أدري كيف. المهم الأخت هذه المسؤولة في قسم العلاقات قالت لي تعال معي سحبتني ودتني مكتب مدير العلاقات في مستشفى راشد مكتب الإدارة مدير مكتب الإدارة. قابلت هناك نفس الضابط اللي قال لي لين يوم الأربعاء أبشر القانون معك يلسوني هالكلام الساعة بعد الساعة واحدة الظهر يلسوني أنتوا ولد أنتوا هي العرب وما يصير هذا اللي يستوي وبناتك بناتنا وما أدري شو والكلام الطيب هذا تعرف أنت. آخر شيء نحن ما نقدر نجبر البنات إذا هم مش طايعات يصيرون وياك نحن ما عندنا شيء نقدر نسويه لأن القرار التسليم اللي أنت جايبلنا إياه ما في بالقوة الجبرية هذا قانون شيء يقول زين على عيني وراسي ليش ما قال لي الأربعة ليش ما قال لي الثلاثة ليش ما قال لي إيه ترى بس يمكن ما في حالة إن البنات يبن عرفت كيف خالي ما علي حين أنت روحك سألت وجاوبت في حالة إن البنات يبن ولكن في حال إن رفضها البنات كلامك صح إيه؟ بس لكل فعل رد فعل كل فعل إجراء معين يوخذ زين بس عاد بالقوة ترى بعد ما يستوي خالي ما علي طال عمرك أنت الحين الله يسلمك خلني أعطيك هالمثال وجاوبني عليه. أنت أنا بعطيك المثال الحين الأم هذه في نظر القانون مهملة وفي نظر القانون الله يسلمك مقصرة وعرضت عيالها للي حصل لهم. أنت الحين عندك إنسان أمين خزانة أو بحسابات سرق شركة واتهم وأدين هل بتي بترد بتشغله مرة ثانية أمين خزانة ولا حسابات؟ أكيد لا. هذا نفس الظرف هذه أم أهملت وصلت عيالها عرضتهم لجريمة. كم عمارة مسؤال؟ البنت كان البنت الكبيرة كان عمرها 15 و10 شهور البنت الصغيرة 15 ما شاء الله حرمة حرمة نعم بس القانون لا زال هاي اللي قالوا اللي بغت تضربهم بسكين ونفسهم هاي لهم وندسوا عنا في سكروا الباب مع الحمام واتصلوا في الشرطة هاي لهم؟ اي نعم زين يا طويل العمر المسألة الله يسلمك ان هذيلة تعرضوا للإهمال وتعرضوا للأذى الأم الله يسلمك مثل ما قال لك اللواء المنصور بس ما شاء الله يعني ما هم كبار ما شاء الله يعني 15 سنة ما شاء الله حرمة هي بس لا زالت الله يسلمك طفلة في نظر القانون لا زالت طفلة في نظر القانون احنا حين نتكلم على السن كبيرة لكن الله يسلمك في نظر القانون لما تيجي تتكلم عن القانون ينظر لا تعتبر قاصر صغير بعدين خلاص انزين الحين لما نين نتكلم عن الموضوع هذا ونين نتطرق للموضوع انت الله يسلمك سمعت اللواء المنصوري لما تكلم معاك قال لك بسبب إساءة الأسرة للخادمة بقول لك شغلة طويلة
أكمل لك الله يخليك. أنا بقولك شغلة وحدي. تفضل عمرك. موضوع أني أنا الخادمة تضرني بدون سبب، هذا أنا واحد ما أدري، أنا ما أقتنع بهالشيء خالص. جزاك الله خير. لا صدق ما بعشان عيالك ولا أجاملك أنت. لا لا لا. أنا واحد يا طويل العمر لو أقول لو 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 البنادم خبلة أكمل الخبايل الحين نشوفهم في كل مكان ترى. الخبايل اللي هم أمس يا طويل العمر في فيلم، والله في فيلم الأم خلت الولد عند السيارة موجود أمس شايفني، خلت الولد عند السيارة ويا الكلب من ورا السيارة وكان يزخ الولد نهش من ريوله بيسحبه والله العظيم إني جت القطوة، قطوة تعرف القطوة ايه. القطوة ماله ما والله إني جت مثل أسد قسما بالله طيرة الكلب كذي طار الكلب من القطوة يا أخي وهي قطوة طويل العمر. لا تقول انت بنادم يسوي لك شيء بدون سبب، يضرونهم ويعذبون ويعذبونهم وكل شيء، واخر شيء اخر شيء يقولون والله احنا ما سوينا بهم شيء. لا, لا انا ما لا انا انا ما أنا, أنا, انا عندي ادله ان هي سوت به، وانا انا انا ما يخصني في هالشان، ولكن انا اقول لك وجهه نظري. المهم الحين خلينا موضوعنا ان شاء الله، الله يستر علينا جميعا ان شاء الله. الحين الحين الاخير شو خالي ما يبون بناتك ما يبنك عيالك ما يبونك؟ لا لا هذا موضوع ثاني، هذا موضوع يتعالج، هذا له علاجات زين، هذا موضوع قائم. أنا أتكلم الله يسلمك على الشخص اللي تدخل، سامحني في الكلمة هذه وخلني أوصفها بالوصف الصحيح لها بدون ما توقفني الله يخليك. الشخص صاحب السلطة صاحب النفوذ اللي صار توسط جعل إدارة إدارة مستشفى راشد تتعامل معه وتخدعني، اسمع الكلمة هذه، تخدعني وتحيك ضدي مؤامرة، هي وضابط شرطة مستشفى راشد الضابط، انا عندي الاسماء وعندي كل حاجه. سامحني سامحني لا لا, لا تذكر لي اي اسم معلش، ما ما اذكر ولا لا, لا تذكر لي اي اسم. المسؤولين اللي يتصلون فيي انا بعطيهم الاسماء للمسؤولين وللجهات الامنيه الجهات. إيه بس انت الان يا طويل العمر ترى ما الضابط قال لك كلام، قال لك يا طويل العمر بالغصب انا ما اقدر اسلمك اياها. الله يسلمك انا مسلمن الورقه هذه على عيني وراسي، ولكن طويل العمر سامحني زين خالي. تبى رد مساعد المدير مساعد القائد العام فالك طيب من عيوني الان. انا الحين ابغى اوصل لك الفكره، انا ما ابغى هاسمونه لان في اجراءات تمت، في شخص سامحني صاحب نفوذ صاحب قوه وسط هني هني لا 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 هني في هذا الامر نفوذ وقوه، وهذا عيال هذا يقدر باكر يحكم البلد. خالي بارك الله فيك، الله يطول لي عمرك. معلش خالي خالي طويل العمر، هذا في قانون في النهايه. انت الان انت الان الضابط يا طويل العمر معلش عيالك ويغمضونك وتبغيهم وهامينك معلش طويل العمر خليك طويل العمر. خالي نعم حبيبي لو سمحت، عيالك ويهمونك أنا مثل ما قلت لك ويهموننا نحن كلنا، وما نبغي إن شاء الله يضررون مثل ما تضرروا، والواحد أنت بعد عندك الدبشت غمضك، ما بالك عيالك وصلوا إلى هالمرحلة وتعرضوا وتخاف عليهم. من حقك أنا أقول لك يا من حقك تخاف عليهم وتستميت في الخوف عليهم حتى، وتسوي أي شيء عشان تدافع عنهم، وتسوي أي شيء عشان تضمهم عندك وعشان تحميهم من المرات القادمة ما يصير لهم أي شيء. هذا حق مشروع لك أنت وهي غريزة في البني آدم، يعني ما في أي مشكلة. ولكن يا طويل العمر بالنهاية ضابط الشرطة قال لك يا طويل العمر انك انت بالغصب ما نقدر نلزمهم من حين اذا هم ما يبون يسيرون عندك. كان بامكاني يقول لي اياها قبلها باسبوع، كان يقول لي بس ما كانوا يقولون ما نبى، ويوم عرف يوم عرف ان قالوا ما نبى. الدكتوره كاتبه الاسبوع انزين، بس الدكتور ما طويل العمر الحين تشككت في الاجراءات كلها خالي. لا لا هي 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 ما يستوي طويل العمر الحين تشككت في الاجراءات، شككت في اجراءات في اجراءات المستشفى وشككت في اجراءات الشرطه بارك الله فيك. انا شكك يعني خليت الناس كلهم متآمرين ضدك، المستشفى تآمر ضدك ويا زوجتك والشرطه تآمروا ضدك ويا زوجتك. لا 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 سامحني انا شكك صح، انا من جهه التحقيق في اداره في مستشفى راشد في الخدمات الطبيه تقدر تتحقق من المساله هاي وتتابع الاجراءات على كلامي ان كان صح ولا غلط. اذا اشتكيت بيتحققون شو قال؟ لا لا انا سبت لهم اليوم الله يسلمك تقريبا ساعه اذا اشتكيت بيتحققون. انا اليوم الصبح الله يسلم قضيت ساعه ونص في مكتب مدير دائرة الخدمات الطبية الصحة والخدمات الطبية، اليوم أنا ساعة ونص جالس هناك، ريال كان مشغول وعندي اجتماعات وايد وأنا جاي بدون موعد وأعذره في هالشيء. ما أقدر أسير القيادة العامة أشتكي على إلا إذا عندي أدلة. أنا الحين لما جيت تواصلت معك أنت في الإذاعة أنا وصلت صوتي وصلت شكوتي، شكوى ما فيها اتهام مجرد شكوى. شكوى هذه الله يسلمك في ناس ياس تسمع، في ناس تهمها عدالة وصلاح البلد هاي من الفساد، يا
إذا كان في فساد لازم يتعالج، إذا ما كان في فساد بسمع الرد وبيني الرد إن ما في فساد. هذا اللي أنا أرجوه. أنا مش ما بني جالس أتهم الناس في شيء، لا أنا جالس أقول لك أنا عندي شيء. أنت خلصت اتهمتهم خالد خالي الحين؟ أنا اتهمت شخص معين. إيه لا اتهمتهم خالد، اتهمت المستشفى. أنا المهم خالد ترى أنا أقول لك الحين، أنت ما بتطيعني. أنا أقول لك يا طويل العمر، أنا الموضوع اللي يعنينا الآن إنه ضابط الشرطة شو قال لك؟ ضابط الشرطة قال لك أنا إذا هم ما يبون يشيروني ياك أنا ما أقدر، زين ما أقدر أسلمك إياهم. ضابط الشرطة الله يسلمك من البداية عارف إن عيالي ما يبون يشيروني ياي. ضابط الشرطة الله يسلمك أنا كل يوم والثاني أتلاقى وياه في المستشفى وأتكلم معاه وأتحاور معاه. ضابط الشرطة الله يسلمك. جيت يوم جيت المسألة آخر شيء قال لك ترى بعد ما نقدر نسلم. لا 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 سامحني في الكلمة هذه، خلني أكمل لك إياها. حصلت عدة مواقف. إدارة الشرطة، شرطة الرفاعة والشرطة هذه خضرة والمستشفى وجو 50 حادثة حصلت ومشاكلة حصلت. بعت أهلي أنا بسبب هاي السالفة على أساس أني يظلون لحد ما بعدوني أنا من المستشفى. ضابط الشرطة ما يعني في آخر لحظة يقول لي. ضابط الشرطة أنا كل يومين ثلاثة أشوفها في المستشفى. إدارة الشرطة الرفاعة كانت موجودة وحاضرة. أنا ما جيت أتبليت على الرجال وقلت له أنه يعني في آخر لحظة، وقال لي أنا توني منتبه للورقة. الورقة كانت عندهم من البداية. زي لحظة طويل عمر، لحظة طويل. الورقة شو مكتوب فيها خالي؟ كان تسليم الأولاد لأبيهم لوالدهم. إنزين شو؟ لا لا شو وغير هذا؟ بالقوة جبري. خلاص يا خالي المفروض أنت تفهم. إنزين خلاص مدام أنت عندك الورقة هاي وتعرفها بعد حقه بعد تشكك في الجماعة خالي بارك الله فيك. هم قالوا لي نبهوني بس اسمح لي يا أخوي خلني أوصل. الحين أنت معلش طويل العمر خالي خالي موضوعك الآن أنت خالص لحظة زين شوي شوي خالي خلي أنت خليتك تتكلم خليني أنا أتكلم بعد خالي. خالي طويل العمر الحين هاي شكواك أنت؟ تشتكي على الشرطة يعني ان الشرطة غلطانين وإدارة المستشفى انهم غلطانين بعد إدارة المستشفى ان حصل في خداع بسبب تأجيل الموعد من يوم الثلاثة الموعد الاستلام جاء دكتور طبيب ترى طويل العمر طويل العمر لحظة لحظة خالي خالي الحين منو يقرر الخروج؟ لا طويل العمر شوي لحظة انت تقرر ولا الطبيب اللي يقرر؟ على عيني وراسي ما قرر. الان اذا الطبيب مثلا كتب ان فلان بن فلان بيغادر اليوم وياو فحص عليه يا طويل العمر عقب كم من يوم قال لي لا، او حتى انا روحي يا طويل العمر لا انا كولي بدلا صرت قلت له طويل العمر معلش دكتوره شيء الله يخليك العيال شوي نفسيتهم. كلامك صح. لحظه زين لحظه طويل العمر ترى بعد الحين الحين شو يا طويل العمر الحين مثلا رحت عند دكتوره قلت دكتوره تعالي الله يخليك يا دكتوره معلش ممكن تاجلين خروج العيال كم من يوم؟ اذا الدكتوره سوت الاجراء شو في غلط؟ انا ولي الامر طالب ترى هاي كمان بعد لحظه ترى هاي كمان لحظة طويل العمر ترى هاي تشمم بعد على عيني وراسي الحين هاي تشمم انت ابوهم هاي تشمم يا امم مثلا عند دكتوره قالت للدكتوره بشكل حبي كذي دكتوره هاي انا اشوفها ما بغلط دكتوره لو تكرمتي الله يطول لي عمرك انا امس قبل كم من يوم انا امس قبل كم من يوم زاير واحد في المستشفى زين قال لي باكر بطلع عقب غير رايي قال لي لا اخوي يدني الدكتور ياني الدكتور الصبح يوم يزور المرضى الساعه 9 قلت لك الدكتور بعدني انا ما في يسير ابى اريح كم من يوم قال لي كم تبغي اسبوع تجلس قال لي كتب لي بعد عقب اسبوع يطلع ما في شيء الامور يا اخي كلامك ها ما في شيء الان الاجراء اللي اتخذته الدكتوره الحين تخليت الدكتوره متآمر عليك تقول سويت لنا فيلم الله بس قصه قصه فيلم اجنبي بارك الله فيك والدكتوره متآمر عليك والشرطي متآمر الحين تقول لي عندنا نفوذ اي اذا عندنا نفوذ يا طويل العمر ها باكر بيشل بن مزينه بيدور مكانه بارك الله فيك ما عليه ما يشتري خالي ترى الضابط عليه الحين الضابط عليه مسؤولين يا طويل العمر الحين الضابط ما بقى كيف يتخذ اجراء ولكن الضابط الان اجراء ان عنده مكتوب في الورقه في الورقه انه ما بالغصب زين تفهمني انا من الصبح ترى الحين فهمنا الموضوع الحين حاول تفهم وجهه نظري الله يخليك انا فهمت وجهه نظرك خالي فهمت وجهه نظرك الفرصه اني اوصل اللي حصل زين يوم الثلاثاء قالوا لي بيتمون اسبوع زين يوم الثلاثاء قالوا لي بيتمون اسبوع الحين بيتصلوا لك الشرطه اخذوا رقم تليفونك انزين يوم الثلاثاء المنصوري بيتصل لك مدير الاداره العام للتحريات مدير الله بزنا مساعد القائد العام جزاه الله خير زين مساعد القائد العام عشان تعرف انه ما في لا عشان تعرف ارد على كلامك تقولي نفوذ اي نفوذ بارك الله فيك انا متاكد اي بيلعب مجموعة. بالبلد اذا واحد في نفوذ عنده بالطريقه هاي بيلعب في البلد وبيطلع المساجين وبيسوي كل شيء خالي اقول لا لا لا
نحن انا ما انت الان انت الان معلش انت 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 ما عليش طويل العمر انت ما عليش خالي الحين انت رد واحد لو انا لو انا ضابط في الشرطه طويل العمر طويل انا اتكلم على افراد انا لو انا لو ضابط في الشرطه لا تدخلني في الشرطه الشرطه مؤسسه عظيمه ترى كنت ترى متهمينهم بالفساد الاداري انا اتكلم على افراد اسمعني خالي اقول لك زي ممكن تسمعني دقيقه خالي طويل العمر انا ما الومك حرتك عيالك ولا طويل العمر اقول لك الان انت خذ الامر بحسني لا انت لا لا خذ الامر بحسني انت الان خليت الدنيا كلها متامر عليك لا 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 ابد لا لا, لا والله هي الفكره هني لا ما بهاي الفكره لا لا يا طويل العمر احسن النيه احسن النيه مثل ما انت اب هيك ام على عيني وراسي عيالك تعرضوا للحادث ولكن يا طويل العمر انت الان يا طويل العمر في ظرف معين الان عيالك قالوا لك قالوا لك تخلي قلوب عيالها ما يعقون خالي بقول لك شغله هذه اسمعني ما ادري هاي الله الله يستر عليها الله يستر عليها الله يستر خلي عيالها يهينوا ابوهم بعد بعد طويل العمر قلب ام هذه اللي تكتب على عيالها لا يا طويل العمر الله يستر عليها ما يخصنا فيها الله يستر عليها تراك انت الحين يا تدافع عنها ما ادافع عنها محشى علي الحين بتحطني انا بتحطني انا في المؤامره بعد الحين انا طويل العمر بتقول متامر ياهم الله يخليك ما يخصني والله والله ما ادافع عنها انا ما ادافع عنها والله ما اعرفها والله يستر الله يستر عليها خالك خالك الله يستر الفكره الله يستر علينا الله يستر عليها ويستر عليك ويستر علينا جميعا ان شاء الله يا طويل الله يستر علينا يا والله ما احب ما احب حد اسمعني ما احب حد يطري الناس ولا احب حد يتكلم في الناس ولا شيء اقول لك الله يستر عليها سواء قصرت هي قصرت شوف قصرت ولا ما قصرت هذا شان الحين شوف شان يرجع لها انا ما اقدر انا ما اقدر اتهمها في هذا الجانب انت زوجه انت زوجه انت زوجه ما يخصني انا في الامر ولكن طويل العمر انت الان اسات اسات النيه في اسات النيه في الدكتوره واسات النيه في الشرطه واسات النيه مال العلاقات العامه واسات في طويل العمر الامور هذه معلش خذها انت خذها خالي خالي معلش خالي الان انا اجيك من ناحيه واحده من ناحيه انت يا اخي سر القاضي سر المحكمه مره ثانيه بصير زين ما مثل عندي هذا اقول لك الحين الاجراء الاجراء الثاني اللي تقدر تتخذه انك انت تشير انا ما عندي مشكله بهالثالثه زين شو اقول لك ترى الاجراء الثاني انك انت تشير يا طويل العمر تشتكي تقول للقاضي يا طويل تشكي المحكمه تقول لهم تعال يا جماعه الخير انا قالوا لي انا قالوا لي ما نقدر نعطيك اذا هم رافضين ما نقدر نعطيك اياهم يمكن القاضي في هاي الساعه يشوف لك الله باسم القانون شو يقول يمكن يسلم لا لا في اجراءات زين خالي الحين الحين انت بتقول الحين اسمعني انت اسمعني دقيقه الله يخليك سمعتك وايد والله العظيم عطني فرصه وحليلي خالي اتواصل وياك بعد الاذان يلا زين ان شاء الله وديك بعدك فيك حيل انا والله تعبت نتواصل معك انا ابغى اوصل الفكره عطني الفكره والله فكرتك خالي جهنميه وايد جهنميه زين جهنميه بس عطني الفرصه والله وايد جهنميه خالي شك خليت خليت المجتمع كله متآمر وما بزين سوء النيه والله ما بزين يا جماعه الخير والله سوء النيه ما بزين سوء الظن ما بزين لا تظن السوء بالناس لا تظنون السوء بالناس الظن بالسوء ما بزين يا طويل العمر تتحسب عمرك اذان خالي اذان اذان الله قم خالي الله يخليك تيدد وصل لك أربع ركعات الظهر وخلنا الحين نصلي وإن شاء الله وإن شاء الله بعد عشر عندك فرصة عشر دقائق إن شاء الله خلنا نصلي إن شاء الله في العشر دقائق وتهدى إن شاء الله شوي وإن شاء الله الأمور كلها بتصير طيب وما يهمك إن شاء الله الله يخليك حياك الله الغالي يا هلا وسهلا فيك مع السلامة الله يسلمك عامل لك يا حيرتني ما شاء الله عليك خلني بعد شوي أكون بدعي في الصلاة أنا أكون في المؤامرة بعد انا ما الومه والله ما الومه الريال يعني ما الومه عندي حرقه عيال زعلان انا ما الومه في هالشان ولكن بعد الواحد يعني ما بكل الناس كذا بعد انهم متآمرين وهذا بالعكس والله يعني من رساله ال 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 شو اسال الله كريم الله يستر علينا يا رب العالمين يا الله يا الله بالستر يا الله بالستر الله يستر علينا وعلى اهلنا وعليكم جميعا ان شاء الله يا رب العالمين يا الله بالستر يا الله بالستر يا الله بالستر والله هذه لا حلو ولا قوه المشكلة يوم اللي يضاربون الأم والأبو ساعات الأبو يكره اللي يكره عيال في أمهم وساعات الأم بعد تفعل كذلك هذا ينتقم من هذا فيصيرون العيال مساكين هم ضحية حتى الأثيوبية ضحية وحليلة حتى يمكن أذان عدوار وأقول شيء خلاص